دعونا نقوم بحل مسألة أصعب بقليل مما قد رأيناه في العرض الأخير. لدينا هنا x ناقص 3 على x زائد 4 أكبر من أو يساوي 2. وسبب أنها أصعب هو أن لدي الآن رمز أكبر من أو يساوي، والشيء الآخر الذي يجعلها أصعب هو أنه ليس لدي صفر هنا بل لدي 2. لذا سوف أقوم بحل المسألة بنفس الطريقة، سأقوم بحلها باستخدام طريقتين، سأستخدم نفس الطريقتين اللتان استخدمناهما في العرض الأخير، ولكنني سأعكس ترتيب الطريقتين. إذن أول شيء يمكنني فعله هو ربما علي أن أضرب طرفي المعادلة بx زائد 4، وكما قلنا في العرض الأخير علينا أن نكون شديدين الحذر لأن لدينا متباينة هنا. إذا كان x زائد 4 أكبر من صفر بالتالي سنبقي المتباينة كما هي، إذا كانت أقل من صفر فسوف نقلبها. إذا دعونا ننظر إلى هاتين الحالتين، الحالة الأولى هي دعوني أضعها هنا، الحالة الأولى هي x زائد 4 أكبر من صفر. وتذكروا أنها لا يمكن أن تساوي صفر لأن في هذه الحالة تصبح العبارة غير معرفة. ودعونا نفحص x زائد 4 أكبر من صفر. إذا طرحنا 4 من طرفي هذه المعادلة فإن هذا يكافئ أن نقول هذه عبارات متكافئة. إذا طرحنا 4 من كلا الطرفين سنحصل على x أكبر من سالب 4. إذا افترضنا أن x أكبر من سالب 4 بالتالي فإن x زائد 4 ستكون أكبر من صفر. ثم دعونا نضرب كلا الطرفين بx زائد 4، دعونا نفعل ذلك. x ناقص 3 على x زائد 4 لدينا 2، وسوف نضرب طرفي هذه بx زائد 4. بما أننا نفترض أن x أكبر من سالب 4 أو أن x زائد 4 أكبر من صفر، ولا يتوجب علينا أن نبدل إشارة المتباينة، نضرب كلا الطرفين بموجب، وبذلك تبقى المتباينة كما هي موجودة في المسألة الأصلية. وسبب قيامي بهذا هو لأن هذا وهذا سيتم حذفهم، ومن ثم نحصل على 2 ضرب x زائد 4. دعونا نكتب ذلك. x ناقص 3 أكبر من أو تساوي 2 ضرب x زائد 2 ضرب 4 أي 8. وماذا يمكن أن نفعل الآن؟ يمكننا أن نطرح x من كلا الطرفين نحصل على سالب 3 أكبر من أو تساوي x زائد 8. لقد أخذت x من 2x، ومن ثم يمكننا أن نطرح 8 من كلا الطرفين، نطرح 8 من كلا الطرفين ونحصل على سالب 3 ناقص 8 يساوي سالب 11 أكبر من أو يساوي x. وبالطبع ثم نطرح 8 بهذا يحذف. إذا افترضنا أن x أكبر من سالب 4 بالتالي x يجب أن يكون أقل من أو يساوي سالب 11. الآن هذا يبدو تافها بعض الشيء، ولكي تكون هذه الجملة صحيحة فإن x يجب أن يكون أكبر من سالب 4 ويجب أن يكون أقل من سالب 11. أي شيء أكبر من سالب 4 سيكون أكبر من سالب 11. إذن لا يوجد قيمة لx هنا، يمكنها أن تحقق هذه المعادلة. فإذا افترضنا أن x زائد 4 أكبر من صفر سينتهي بنا المطاف إلى حل غير منطقي، يمكننا أن نتجاهل ذلك. لا يوجد حل بحيث يجعل من x زائد 4 أكبر من صفر، ولذلك سوف نحصل على حل لهذه المعادلة. دعونا نفترض ماذا سيحدث عندما تكون x زائد 4 أقل من صفر. سأقوم بهذا هنا،
ومرة أخرى هذه جملة مكافئة لهذه. إذا طرحنا 4 من طرفي هذه المعادلة فإن هذه الجمل متكافئة. نضرب طرفي المعادلة Px زائد 4، نضربها بx ناقص 3 على x زائد 4، ولدينا الاثنان، ونضرب ذلك بx زائد 4، سالب 4. ما يجعل من هذه العبارة سالبة؟ بما أننا نضرب طرفي المعادلة ب سالب، نقلب المتباينة هكذا، ودعونا نرى على ماذا نحصل. هذا وهذا يتم حذفهم، نحصل على x ناقص 3 أقل من أو تساوي 2 ضرب x زائد 2 ضرب 4 8، ونستخدم نفس الجبر. دعونا نطرح x من كلا الطرفين ونحصل على سالب 3 أقل من أو يساوي x زائد 8. إذا طرحنا 8 من كلا الطرفين سنحصل على سالب 11 أقل من أو يساوي x. إذا افترضنا أن هذا سالب سنحصل على x، إذا افترضنا أن هذا سالب سنحصل على x، يجب أن يكون أقل من سالب 4. إذا كان x أقل من سالب 4 لكي تتحقق هذه المعادلة، فإن x يجب أيضا أن يكون أكبر من سالب 11، وهذا ممكن في الواقع. يمكنك الحصول على x، إذن يجب أن يكون x، يمكننا أن نعيد الكتابة، x أكبر أو يساوي سالب 11، لقد قلبت المتباينة، و x يجب أن يكون أقل من سالب 4. ويوجد عدة قيم لx تحقق هذان القيدان، حيث أنه لم يكن هنالك قيم لx تحقق هذان القيدان، لا شيء يحققهما، لكن يوجد شيء يحقق كل منهما. على سبيل المثال سالب 5، دعونا نرسم هذا على خط الأعداد، دعونا نرسم حلا لهذه المسألة، دعوني أبقي المسألة هنا. إذا قمت برسم خط أعداد، أريد أن أغير الألوان. إذن لدينا سالب 11، يمكن أن يكون أكبر من أو يساوي سالب 11، إذن هذا سالب 11، ومن ثم لدينا سالب 4 هنا، لدينا سالب 4 هنا، ربما أن الصفر يقع هنا، يجب أن نذهب لأقل من سالب 4. تذكروا أنه لا يمكن أن يساوي سالب 4 لأن ذلك سيجعل المعادلة غير معرفة، إذن يجب أن يكون أقل من سالب 4، إذن لن نشمل السالب 4، نذهب إلى أقل من سالب 4، لكن يجب أن يكون أكبر من أو يساوي سالب 11. لا يمكن أن نذهب إلى أقل من ذلك، لكننا سنشمل السالب 11 لأن هذا رمز أكبر من أو يساوي. إذن أي شيء في هذا، أي حيث ظللت، أي شيء ضمن هذا المدى سيحقق تلك المعادلة. الآن دعونا نقوم بحلها، بحيث أن البسط والمقام كلاهما يجب أن يكون موجبين أو سالبين. دعونا نرى إذا كان يمكننا أن نحل نفس المسألة بتلك الطريقة، لذا دعوني أعيد كتابتها هنا ربما باستخدام لون جديد. نفس المسألة، x ناقص 3 على x زائد 4 أكبر من أو تساوي 2. الآن حتى نفعل نفس التعليل الذي قمت به في العرض الأول، تذكروا ما قلته في العرض الأول، A تقسيم B أكبر من صفر، أي من هذه ممكنة أو كلاهما يكونان سالبين، لكن هذا ينجح فقط عندما يكون لدينا صفر هنا، لكن لا يوجد لدينا صفر هنا بل لدينا 2، ولا يمكننا أن نفعل ذلك مباشرة على أساس منطقي، لكن ربما أننا سنتمكن من طرح 2 من كلا طرفي المعادلة. دعونا نقوم بذلك، X ناقص 3 على x زائد 4 ناقص 2 أكبر من أو تساوي 0.
لقد طرحنا اثنان من كلا الطرفين. يمكنني أن أجمع أو أطرح دون أن أصنع فوضى في المتباينة. لا تقلقوا لذلك، هذا فقط عندما تضربون بإشارات سالبة لكي تقلبون المتباينة. والآن ما هذا؟ كما تعلمون أن هذا لا يبدو كعبارة نسبية، لكن يمكنني أن أعيد كتابته كسالب اثنان تساوي سالب اثنان ضرب إكس زائد أربعة على إكس زائد أربعة. هذا يساوي سالب اثنان ضرب واحد، هذا نفس الشيء، وهذا يعادل سالب اثنان إكس زائد، دعوني أكون حذرة، هذا يعادل سالب اثنان إكس ناقص ثمانية على إكس زائد أربعة. هذا يعادل سالب اثنان، لقد ضربته بإكس زائد أربعة على إكس زائد أربعة. دعونا نكتبه بهذه الطريقة لأنه لاحقا سنتمكن من جمعهم. إذا كتبنا بهذه الطريقة، إذن لدي إكس ناقص ثلاثة على إكس زائد أربعة، وكتبته بتلك الطريقة، إذن لدي مقام موحد، ومن ثم لدي زائد سالب اثنان إكس ناقص ثمانية على إكس زائد أربعة أكبر من صفر. لدي مقام موحد، كانت هذه النقطة وراء قيامي بهذا الشيء، إذن لدي المقام x زائد 4. ومن ثم عندما نجمع هذان الشيئان سنحصل على سالب x، ثم لدينا سالب 3 ناقص 8، ذلك سالب 11 أكبر من 0. الآن أبسط المسألة إلى شيء بهذا الشكل. إذن يوجد لدينا حالتان، دعوني أكون شديدة الحذر، كان هذا أكبر من أو يساوي، هذا يجب أن يكون أكبر من أو يساوي، لا نريد أن نفقد إشارة المساواة تلك، كانت تلك النقطة من المسألة. الآن نحن جاهزون للتعامل مع شيء كهذا. في الواقع قبل أن أفعل ذلك، دعونا نحصل على شيء في الخارج لنكون واضحين. X لا يمكن أن يساوي سالب 4، لأنه إذا كان x تساوي سالب 4 فإن كل من هذه المسألة ستكون غير معرفة. دعونا نكتب ذلك أولا. كما تعلمون يمكننا أن نكتب x لا يمكن أن تساوي سالب 4، حيث أنها تجعل من العبارة غير معرفة. الآن لدينا هذا، وقد رأينا في البداية العرض ورأينا أنه يوجد حالتان، أي من هذان موجبا؟ إما أن يكونان موجبان، إذن سالب x ناقص 11 أكبر من أو يساوي صفر، هذا يمكنه أن يساوي صفر. في الواقع إذا كان هذا يساوي صفر فإن كل هذا سيكون صحيحا، إذن أي منهما أكبر من أو يساوي صفر؟ وهذا أكبر من صفر، لا يمكن أن يساوي صفر، إذن ستكون و x زائد 4 أكبر من صفر. هذه هي الحالة التي يكون كل منهما موجبان، أو أن كلاهما سيكونان أقل من صفر. وقد انتهت المساحة لدي. حسنا، ستكون سالب x ناقص 11 أقل من أو تساوي صفر، وسأكتب هكذا، و x زائد 4 أقل من صفر. تذكروا أنه لا يمكن أن يساوي صفر، إذن إما أن يكون كلاهما موجبا أو كلاهما سالب، تلك هي الطريقة الوحيدة التي سنحصل عليها، سنحصل عليها على أن يكون كلاهما سالبان. دعونا ننظر إلى هاتان الحالتان ونرى إذا كنا سنحصل على أي حلول منطقية. إذن هنا إذا أضفنا x لطرفي هذه المعادلة سنحصل على سالب 11 أكبر من أو تساوي x، أو x أقل من أو تساوي سالب 11، لقد عكست هذان الجانبان. ثم هنا إذا أضفت سالب 4، إذا طرحنا 4 من كلا الطرفين سنحصل على x أكبر من سالب 4.
لكن مرة أخرى إن هذا غير منطقي، لا توجد طريقة يمكننا الحصول على، أتذكر أنه يوجد و هنا، كلاهما يجب أن يكون صحيح، لا يوجد إكس أكبر من سالب 4 وأقل من سالب 11، وهذا هنا لا يوجد قيود، إذن كلاهما لا يمكن أن يكونا، كل من البسط والمقام لا يمكن أن يكون كلاهما موجبان في نفس الوقت، لأنه حتى يكونان موجبان ستحصل على قيد يستحيل عليك أن تلائمه. لذا دعونا ننظر إلى الحالة الأخرى، هي عندما يكون كلاهما سالبا، عندما يكون كل من البسط والمقام سالبين. دعوني أكون واضحة، لا يمكنك تكوين جملة تقول بها أنهما موجبين، هذان الشيئان لا يمكن أن يكونا موجبين، تذكروا، لأن علينا نحصل على صفر هنا لكي نستخدم هذا المنطق ونبدأ به. وحقيقة أنه عندما حاولنا إيجاد قيم إكس التي ستجعل كل منهما موجب، كان من المستحيل أن نملأ القيد، يخبرني أن كل من هذا البسط وهذا المقام لا يمكن أن يكونا موجبين لأي قيمة لإكس. الآن دعونا نرى إذا يمكن أن يكونان أن يكون كل منهما سالب، أو أن البسط يمكن أيضا أن يساوي صفر. إذا أضفنا x إلى كلا الطرفين سنحصل على سالب 11 أقل من أو يساوي x، أو بإمكاننا أن نقول أن x أكبر من أو تساوي سالب 11. لقد عكسنا الوضع هنا، إذا طرحنا 4 من كلا الطرفين فيصبح لدينا x أقل من سالب 4. إذا x يجب أن يكون أكبر من أو يساوي سالب 11 أو أقل من سالب 4، وهو ما حصلنا عليه في المسألة الأخيرة. بإمكاني أن أرسم خط الأعداد مرة أخرى، يجب أن يكون أكبر من أو يساوي سالب 11، ذلك سالب 11 يمكن أن يكون مساويا له أو أكبر منه، لكن يجب أن يكون أقل من سالب 4، هذه سالب 4 لا يمكن أن يساوي سالب 4، فهذا يجعل المقام غير معرفا، أو كل المعادلة تصبح غير معرفة، سيجعل المقام يساوي الصفر. إذن هذه هي مجموعة الحل، أي شيء يقع هنا وقمت بتطليبه ويشمل سالب 11 لكن لا يشمل سالب 4. أتمنى أنكم استمتعتم بذلك، أراكم في العرض التالي.